لكن أكو نقطة لابد أن نسلط الضوء عليها. حضور الجماهير العراقية من الساعة الثانية حتى الساعة التاسعة مساء بهتاف واحد، بتشجيع واحد، بمؤازرة واحدة رغم الأمطار والظروف المناخية والجوية الصعبة لتحفيز المنتخب الوطني وتشجيعه للحصول على 3 نقاط في بطولة كأس الخليج، هذا لا يحدث في كل دولة. يا اخي علي، عفوا انا بقاطعك. في انا كنت حاضر في الملعب، وكنت في المنصه الرئيسيه موجود. يعني في المباراه الاولى كان تقريبا اكثر من 10,000 كرسي موجودين فاضيين، المطر عليها. في المباراه الثانيه، مباراه العراق والسعوديه، اتملت الناس، الجمهور يعني قاعدين تحت المطر. وانت انت انت يعني لو شفت البرد الموجود في الملعب، فتخيل برد ومطر. يعني وهذا الشغف يعني اللي نتحدث عنه عن جمهور احنا العراق. احنا احنا كنا جالسين في المنصه، وتحت على الاقل تحت الظله، ما فوقنا مطر، في برد، في برد شديد. انا كنت اشوف الجمهور، قلت الجمهور هذا كيف كيف متحمل استطاع الجلوس وتحمل لمؤازره نعم. المنتخب عشان فانا اربع اوجه لهم الشكر، كل الف الجماهير. شكر والف تحيه لكل شخص حضر وازر ودعم المنتخب الوطني، والحديث ليس فقط على من حضر لملعب المدينه الرياضيه. كل محافظات العراق تواجدوا بملاعبها وبأماكنها المفتوحة والمغلقة أمام الشاشات لدعم المنتخب الوطني لتحقيق هذا الفوز. فالجمهور العراقي فعلا أثبت هو رقم واحد عند الشدائد، ويوصل رسائل كبيرة: لا توقف رياح ولا أمطار ولا أجواء. والنتيجة العراقي تاج على الرأس. خلينا نشوف. هذا اللي نتحدث عنه، وهذا شغف الجمهور العراقي. الملعب ممتلئ عن بكرة أبيه، ممتلئ تماما. كل المحافظات، كل المناطق، كل مناطق المشجعين ممتلئة لدعم المنتخب الوطني أولا، والهدف الثاني هو نجاح بطولة كأس الخليج في العراق والبصرة. كابتن علي حسين الحامي. كابتن علي، هذا مو غريب على الجمهور العراقي. نعم، دائما ما يحضر المباريات. احنا كنا نلعب خارج العراق، بالاردن، بدبي، الملعب ممتلئ. سلطنة